يتحدث الأمريكيون كثيراً عن دولة القانون وعن الحلم الأمريكي وعن دستور البلاد الذي كتب بدماء الأجداد، إلا أنه يوجد هناك مجموعة من القرارات والقوانين الأكثر سخافة وغرابة. الآن سنتعرف على أعجب وأغرب القوانين المتداولة في أمريكا، فقط ابقوا معنا على قناة خفايا العالم. في ولاية هاواي اللوحات الإعلانية ممنوعة. عملت مبادرة نسائية في عام 1927 إلى الدعوة إلى إصدار قانون يمنع وضع اللوحات الإعلانية الضخمة في ولاية هاواي للحفاظ على جمال المدينة، ونجحت المبادرة في ذلك بالفعل. الطاووس يمتلك الحرية للسير في أي مكان. في أركاديا يعد الطاووس واحداً من المواطنين، لذلك هناك قوانين تحرص على رفاهيتهم. احفظ النشيد الوطني في ماساتشوستس كاملاً وإلا. إذا أردت أن تعزف أو تغني النشيد الوطني في ولاية ماساتشوستس فيجب أن تتأكد من أنك تحفظه كاملاً، فقانون الولاية يفرض غرامة قيمتها $100 على من لا يتقنه جيداً. يرجى عدم إزعاج الحيوانات. في فريسنو يوجد قانون خاص بإزعاج الحيوانات في المنتزهات، وهو ينص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أو يلاحق أو يزعج أو يرمي الحجارة أو يزعج بأي شكل من الأشكال أي حيوان أو طائر أو زاحف داخل حدود أي منتزه. في ولاية كولورادو بإمكانك الحصول على رخصة لتغيير الطقس، ويوجد في هذه الولاية عدة نشاطات تجارية تقوم بذلك من خلال حرق مادة يوديد الفضة وتحفيز الغيوم على إسقاط الأمطار. هل سمعتم بهذه القوانين من قبل؟ وهل قمتم بزيارة إحدى هذه الولايات؟ إذا حاز الفيديو على إعجابكم شاركونا آراءكم وتعليقاتكم، وانتظروا منا كل جديد. إلى اللقاء.